جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل، هل الناس في الجنة يتكلمون عن الدنيا وأهلها ويخبرون بعضهم بأن فلانا قد توفي، ويخبرون أيضا عن أسباب وفاة كل منهم، أم كيف يكون الحال؟ جزاكم الله خيرا. مثل هذا السؤال لا ليس له كبير فائدة، ولكن أهل الجنة قد يعلمون بشيء من أحوال أهل الدنيا ما يطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه، إما عن طريق الرؤيا التي تجتمع فيها أرواح الأموات مع أرواح الأحياء في المنام، يخبر بعضهم بعضا بما يجري في الدنيا، والأموات يوصون ببعض الأمور التي تقرى لهم في الدنيا وما أشبه ذلك، الله على كل شيء قدير. فالحاصل أن أهل الجنة قد يعلمون، أو أهل الآخرة، أهل البرزخ سواء أهل الجنة أو غيرهم، أهل البرزخ قد يعلمون بشيء من أحوال أهل الدنيا ويتحدثون فيما جرى عليهم في الدنيا، كما قال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا، يعني في الدنيا، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، يعني في الدنيا، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فهذا تساؤل وتحدث فيما جرى لهم في الدنيا.